السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تعلن تسجيل 5 إصابات مؤكدة بكورونا في عدن. مجلس الوزراء السعودي يجدد رفضه لإعلان الانتقالي ويؤكد على إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض. برنامج الغذاء العالمي يقلص مساعداته لليمن إلى النصف بسبب نهب ميليشيا الحوثية للمساعدات. تفاصيل الأنباء يقرأها علي عزي، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا اليوم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن. وقالت اللجنة في تغريدة لها على تويتر بأنه تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن. وأوضحت لجنة الطوارئ بأنه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقا. وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في 10 من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت، غير أن مكتب الصحة بساحل حضرموت أعلن الاثنين الماضي عن شفاء الحالة تماما. أعربت وزارة الصحة العامة والسكان عن قلقها حيال المخاوف التي أبداها مكتب منسق الأمم المتحدة من إمكانية تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون. وقالت وزارة الصحة إنها تتابع باهتمام بالغ البيان الصادر من مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، والذي أفصح عن مخاوفهم من تفشي مرض كورونا المستجد في اليمن واحتمالية أن يكون قد انتشر في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب المتمردة دون اكتشافه. وقالت الوزارة إنه وانطلاقا من إدراك الحكومة لمسؤولياتها الوطنية والإنسانية حيال تفشي هذا الوباء، فإن وزارة الصحة ملتزمة بالإعلان عن أي حالة يتم رصدها أو الاشتباه بها كالتزام أخلاقي انتهجته اللجنة الوطنية للطوارئ، مدركين أن أول وسائل وقاية المجتمع هي الشفافية والمصارحة، وهو ما دأبنا عليه منذ البداية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف الأربعاء رصد أكثر من 110,000 حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري. وقال بيان صادر عن ممثلة يونسيف في اليمن سارة بيسلو بأنه تم منذ يناير عام 2020 تسجيل أكثر من 110,000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في 290 مديرية، يمثل الأطفال دون الخامسة نحو 25% منها. وأوضح بيان اليونسيف أن الخطر المحدق يهدد أكثر من 5 ملايين طفل دون الخامسة في اليمن، وذلك جراء وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد، حيث تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة منذ منتصف إبريل الجاري. ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب الانقلابية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة حال تفشي فيروس كورونا في البلاد. أكد مجلس الوزراء السعودي على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن والقاضي بضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وفي بعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي. وشدد مجلس الوزراء السعودي على إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه. وأشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، وذلك لما تمثله من استمرار في وجدية ورغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في الشهر الكريم، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن. لا منص من اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده كافة، وعلى الرغم من انقضاء مساحته الزمنية المحددة وفق الاتفاق،
إلا أن متسعا من الوقت الضائع قد يكفي لإنقاذ الاتفاق من مآلات الفشل والخيبة. ما زال اتفاق الرياض نوفمبر 2019 يفرض نفسه مرجعية أساسية للسلام والشراكة السياسية ومعالجات القضية الجنوبية في إطار محددات الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني واليمن الاتحادي الكبير. الرفض المحلي والدولي للخطوة التصعيدية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي يؤكد في مجمل بياناته المنددة على ضرورة الالتزام باتفاق الرياض باعتباره ضمانا لإنهاء حالات الاحتقان والتوتر واستعادة السلطة الشرعية شرعيتها الحاكمة على المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن الرامزة للدولة وسياداتها وسلطاتها النافذة. في هذا السياق يأتي تشديد تحالف دعم الشرعية على ضرورة إلغاء كل الإجراءات التصعيدية التي اجترحتها ميليشيا الانتقال ضدا على اتفاق الرياض ونقوصا على تعهداتها والتزاماتها ببنود الاتفاق ومساراته الواضحة والمحددة في نص الاتفاق وآليات التنفيذ. ومع تأكيد تحالف دعم الشرعية على ضرورة عودة اتفاق الرياض إلى مساراته التنفيذية وأن أي حل لتطورات الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية يكمن داخل اتفاق الرياض وليس خارجه، تلوح الفرصة مواتية أمام المجلس الانتقالي للتفكير بعقلانية واستشعار مسؤوليته الوطنية والتاريخية تجاه فرصة قصيرة وأخيرة. وأولا وأخيرا سيكون اتفاق الرياض هو خارطة الطريق وبوصلة السلام الذي سيمضي عليها الانتقالي بجزرة الترغيب أو عصا العاصفة بعد نفاد الصبر وفوات الأوان. قال وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو بأن الولايات المتحدة معنية بالإجراءات الأخيرة للمجلس الانتقالي في اليمن بما في ذلك ما سماه المجلس بإعلان الحكم الذاتي، وأكد في بيان صحفي أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تؤدي فقط إلى تفاقم عدم الاستقرار في اليمن وهي غير مفيدة بشكل خاص في وقت تتعرض فيه البلاد للتهديد من قبل فيروس كورونا المستجد. وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تهدد بتعقيد جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث لإحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة والمتمردين الحوثيين. اقتحم مسلحون تابعون لتشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مساء أمس شركة صرافة في العاصمة المؤقتة عدن واختطفوا 2 من موظفيها بعد الاعتداء عليهم. وقالت مصادر محلية بأن مسلحين تابعين لما يسمى بقائد قوات الدعم والإسناد التابعة للانتقالي اقتحموا مساء أمس المبنى الرئيس لشركة إماء للصرافة بمدينة عدن واعتدوا على موظفيها واقتادوا 2 منهم إلى جهة مجهولة. وأوضحت المصادر بأن شركة إماء للصرافة والتي تم اقتحامها من قبل الانتقالي هي المخولة بصرف إكرامية الملك سلمان لمنتسبي الجيش الوطني والقوات التابعة للانتقالي الإماراتي. تمكنت قوات الجيش والمقاومة في جبهة حجر بمحافظة الضالع من تحرير مواقع جديدة في منطقة الثوخب شرق مديرية الحشا. وأكد مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع بأن الجيش حرر قطاع الثوخب شمال شرق الحشا بعد معارك شرسة استمرت لعدة ساعات. وذكر المصدر أن الجيش تمكن من قطع الإمداد عن مواقع جبل المصياح ومحاصرة فلول الميليشيا في قطاع حبيل يحيى. وقال المصدر إن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. يأتي هذا التقدم ردا على استمرار خروقات ميليشيا الانقلاب وقصفها لمواقع الجيش والأحياء السكنية ومحاولتها التقدم في عدد من المواقع. قتل طفل وأصيب والديه بجراحات خطرة
جراء انفجار قنبلة يدوية أثناء العبث بها داخل منزلهم في مريس بمحافظة الضالع. وقال مصدر محلي إن نجل المواطن خالد علي مزاحم في قرية شقران فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطرة، فيما تعرض والده وأمه لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى. تواجه القوات المشتركة في الساحل الغربي خروقات وهجمات وانتهاكات ميليشيا الحوثية الانقلابية بالتزامن مع مواجهتها لفيروس كورونا والتوعية بالوقاية منه، وسط استمرار لصمت أممي تجاه جرائم الميليشيا بحق سكان المحافظة. يد تصد هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية وخروقاتها في جبهات الساحل الغربي امتدادا من شرق مدينة الصالح وكيلو 16 والدريهمي والتحيتة وحيز شرق وجنوب مدينة الحديدة وحتى مناطق البرح وباب المندب جنوبا، ويد أخرى تواجه فيروس كورونا امتدادا من سواحل الدريهمي مرورا بسواحل الخوخة وحتى سواحل المخا بمحافظة تعز. جهود جبارة للقوات المشتركة بكافة تشكيلاتها لمواجهة مخاطر الحوثي وكورونا معا. زيارة الدواوين العامة وقمنا بعملية التوعية وتوزيع الكمامات والحفاظات لأخوة المواطنين، وكيف عملية الوقاية وكيف عملية الانتقال وكيف يعني التباعد ونحافظ أنفسنا وكيف طريقة غسل الأيدي بالماء والصابون. أوبئة صارت تؤرق المدنيين في الحديدة فمناطق الجبلية والفازة وجبهات شرق مدينة الحديدة لا تكاد خروقات وقصف ميليشيات الحوثي الإرهابية تتوقف، أما في مديرية حيز إذ صار المدنيون هدفا للميليشيات، فمن لم تقتلهم بالقصف والقنص اختطفت أرواحهم الألغام والمتفجرات، وإمعانا في الخروقات منعت ميليشيات الحوثي مرور الإغاثة وناهبتها من أفواه الجياع، وحين كشف ناشطون ممارساتها أقدمت على اعتقال قرابة 68 ناشطا مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك. وفي المقابل يكتفي المجتمع الدولي ومبعوثه ورئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة متفرجين أمام خروقات الحوثيين، وأحيانا يكتفون بتصريحات وتحذيرات ومبادرات من شأنها تعميق المأساة في الحديدة ببقاء الحرب مفتوحة بلا حسم ولا ردع لمن أشعلها. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر افتقار 17 مليون يمني للمياه النظيفة بالتزامن مع الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا. وقال مكتب المنظمة في تغريدة على حسابه بتويتر بأن أكثر من 17 مليون يمني لا يحصلون على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي اللائقة، وأضاف: علينا أن نستوعب أكثر من أي وقت مضى أهمية توفير المياه النظيفة وترشيدها لحياة اليمنيين سيما في ظل خطر كورونا. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن حوالي 1 مليون شخص من النازحين واللاجئين من الفئات الأشد ضعفا في اليمن معرضون لخطر فقدان مأواهم والمساعدات النقدية الحيوية لشراء المواد الأساسية كالغذاء والدواء. وقالت المفوضية إن هؤلاء الأشخاص يواجهون مصاعب وفقرا مدقعة، وهناك حاجة للحصول على تمويل عاجل في الأسابيع المقبلة للحفاظ على عمل برامج المساعدة المنقذة للحياة. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويواجه حاليا تهديد وباء فيروس كورونا وتأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في أماكن كعدن وأبين ولحج ومأرب ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة. وأوضحت أن التقارير الأولية تشير إلى أن أكثر من 1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن في عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمواقع التي تأوي النازحين داخليا والبنية التحتية العامة. وقالت إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 3.5 مليون شخص قد أجبروا على الفرار من ديارهم في اليمن منذ بداية الحرب الانقلابية عام 2015. قال موقع المونيتور الأمريكي بأنه من المرجح أن تقوم منظمة الصحة العالمية بتعليق حوالي 80%
من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها في البلد، في الوقت الذي يترقب فيه اليمن احتمال حدوث أزمة جراء تفشي فيروس كورونا. وأوضح موقع المونيتور بأن هذا التراجع الهائل يأتي بعد أن خفضت الولايات المتحدة حصتها الأكبر من مساعداتها الإنسانية لليمن الشهر الماضي في إطار مواجهة القيود المشددة على المساعدات والتي يفرضها المتمردون الحوثيون. إلى ذلك قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، قالت إننا نواجه أزمة تمويل ذات أبعاد ضخمة، وأشارت إلى أن المانحين فقدوا الثقة بسبب القيود الحوثية المفروضة على المساعدات في شمال اليمن. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري مركز العزل العلاجي بمستشفى بن زيلع التخصصي في مدينة سيئون ضمن الجهود الرسمية والأهلية لمواجهة وباء كورونا. واستمع الوكيل إلى شرح مفصل حول استعادة المستشفى لاستقبال الحالة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وذلك ضمن المساهمة المشتركة من قبل كافة المرافق الصحية الحكومية والأهلية لمواجهة مخاطر الوباء. وأشاد الوكيل الكثيري بمساندة المؤسسات الصحية الأهلية إلى جانب المرافق الصحية الحكومية لمواجهة هذه الجائحة، ووجه مكتب الصحة بالوادي برفض المركز بمستلزمات الحماية للكادر الطبي وإدراجهم ضمن برامج التدريب والتأهيل الخاصة بمواجهة مخاطر الفيروس. و نتشرف اليوم في مستشفى بن زيلع التخصصي لزيارته لتفقد مركز العزل بالمستشفى، وقد فعلا شاهدنا التجهيزات الكاملة لافتتاح هذا القسم من خلال سعة سرية سريرين للرجال وسريرين للنساء، ويضاف إن شاء الله في المستقبل سعة سرية أكبر. رأينا الكادر وكيف تجهز هذا الكادر لاستقبال أي طارئ في هذا المستشفى، لذلك أشكر إدارة مستشفى بن زيلع على مساهمتها وسرعة تجاوبها معنا في التجهيزات لهذه الوباء إن شاء الله. نشكر السلطة المحلية برئاسة الأستاذ عصام حبريش لتقديره وزيارته لنا هذا اليوم وافتتاح مركز العزل بمستشفى بن زيلع الحديث، ونشكرهم على هذا الاهتمام والرعاية والنصح الذين دائما نحن بحاجة إليه وتوجيهنا في حدوث في حال أي خطأ أو أي تقصير، ونشكرهم على مساعدتهم لنا في توفير بعض المتطلبات، ونتمنى إن شاء الله أن تستكمل هذه في القريب ونساهم بقدر ما نستطيع في مكافحة هذا الوباء الخطير. وصلت عدد من سيارات الإسعاف إلى عدد من مديريات محافظة حضرموت للمساهمة في مواجهة التحديات الصحية في مناطق الوادي والصحراء. وتستمر سيارات الإسعاف الوصول إلى مناطق وادي حضرموت دعما للمرافق الصحية بالمديريات. فبعد أن قدمت منظمة الصحة العالمية 6 سيارات إسعاف، ها هو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم 3 سيارات إسعاف أخرى ذات دفع رباعي ومؤثث بالأجهزة الطبية ذات الإسعافات الأولية. هذه الدفعة ضمن مصفوفة من مشاريع و16 مشروعا تقريبا بين الساحل والوادي، في هذه من المنحة البرنامج السعودي للإعمار. نتمنى إن شاء الله في الأيام بعد رمضان إن شاء الله ندشن بقية المشاريع وتساهم في البنية التحتية. الحرب والفقر والمرض ثلاثي أثقل كاهل المواطن اليمني ويهدد حياته، فالتدخلات الصحية من خارج البلد تأتي في وقتها حيث انتشرت الحميات والأوبئة المتعددة وعانى منها الكثير، لعل تلك التدخلات الإنسانية تخفف شيئا من معاناة مستمرة تكاد شبه يومي، فتساهم تلك المركبات في سرعة نقل المرضى إلى المرافق الصحية والبعيدة عن مراكز المدن. بكل تأكيد نحن لن نخزن هذه الإسعافات، ستتحرك إن شاء الله مباشرة إلى المواقع المستهدفة لها أو مخصصة لها لكي تخدم أهلنا في حضرموت. بكل تأكيد نحن بحاجة إلى كثير من سيارات الإسعاف، ولكن هذه إن شاء الله تكون بداية خير للأخوة في صندوق أعمار اليمن. نحن 3 سيارات إسعاف قدمها البرنامج السعودي إلى المناطق الصحراوية بحضرموت، وهي السوم وثمود والعبر، ولكل منها قرى متناثرة ومترامية الأطراف، إضافة كونها تقع على الخط الدولي الرابط بين بلادنا ودول الخليج، حيث ستخفف شيئا من معاناة حوادث الطريق. استلام سيارات الإسعاف للمديريات الصحراوية العبر وثمود والسوم
ستتيح نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية من حيث ما تعنيه هذه المديريات من تباعد للمركز الرئيسي للمراكز الصحية بوادي حضرموت. ما كثرت الحوادث الآن من خلال السرعات المتواصلة في الخطوط السريعة في الخط الدولي كان يروح ضحياته كثير نتيجة لعدم وجود البنية التحتية لإسعاف تلك المرض، ولكن بوجود تلك السيارات هذا اليوم التي تم استلامها من قبل وكيل محافظة حضرموت ومدير عام مكتب الصحة سيسهم في تخفيف وتقليل حالات الوفيات في تلك الحوادث. وبحسب ما يقوله ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن لديهم خطة لتنفيذ جملة من المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع المياه وتحسين الطرقات وإنارة الشوارع في مديريات وادي حضرموت خلال الفترات القادمة. فهمي برمادي، قناة سهيل، سيئون. بين لهيب الأسعار والوضع الذي يعيشه المواطنون جراء حرب ميليشيا الحوثية الانقلابية على تعز ومديرياتها، تعالت أصوات المواطنين في مديرية الشمايتين المطالبة للجهات الحكومية بالتدخل لمراقبة أسواق المديرية. في ظل غياب الضمير الإنساني وتداعيات جائحة كورونا والأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة، زاد جشع التجار وطمع الاحتكار في مديرية الشمايتين جنوب تعز، وكعادتهم المستمرة في استغلال مثل هكذا أوقات وخاصة في هذه الأيام المباركة. على وزارة التموين والتجارة ضبط الأسعار وتحديد السعر للتاجر الوسيط ما بين المستهلك والتجار الكبار. جشع التجار الكبار هو السبب وإهمال الدولة وترك التاجر يبيع كما يشاء. ترفع أسعار المواد الغذائية من جهة وتحتكر أسطوانات الغاز من جهة أخرى، ونتيجة لذلك فقد تعالت أصوات المواطنين للجهات الحكومية لضبط تلك الأسعار. ارتفاع الأسعار أقول لك بهذا يعني قرب الشهر الكريم شهر رمضان، ارتفاع بنون المواد الغذائية الخضروات يعني كل حاجة ارتفاع. بالنسبة للأسعار اليوم في شهر رمضان على قبول شهر رمضان زيادة الأسعار بنسبة كبيرة على الشهر شعبان وشهر رقاب والشهور السابقة، فنرجو من الدولة المتابعة وتفتيش والنزول الميداني إلى الأسواق ومراقبة التجار. وبين هذا الغلاء والاحتكار يصبح المواطن ضحية ما لم يكن الجهات الحكومية في مديريات ريف تعز تحركا جادا لضبط تلك الأسعار. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص المساعدات المقدمة إلى اليمن حتى النصف بسبب مضايقات ميليشيا الحوثية الانقلابية وعرقلتها للمساعدات. وقال بيان صادر اليوم عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن إن عملياته تواجه نقصا حادا في التمويل إثر العمل في بيئة بالغة الصعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية الانقلابية. وأضاف أنه لم يعد أمام البرنامج في الوقت الراهن خيار سوى تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف لتفادي توقفها بشكل كامل مستقبلا. وأوضح بيان الأغذية العالمي أنه ابتداء من نهاية إبريل الجاري ستحصل الأسر على مساعدات غذائية على أشهر متتالية بدلا من المساعدات الشهرية. ودعا البرنامج ميليشيا الحوثية إلى احترام الاتفاقات وتطبيق تدابير الثقة اللازمة لاستئناف التمويل للاحتياجات الماسة في البلاد. توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم استمرار هطول الأمطار ومتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات البلاد خلال 24 ساعة المقبلة. وأوضح المركز في نشرته التحذيرية أن الأمطار ستهطل على سلسلة المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالا وإلى محافظتي تعز ولح جنوبا، وخاصة على المرتفعات الوسطى لمحافظات صنعاء وإب وذمار والمرتفعات الشمالية الغربية. وأكد مركز الأرصاد إلى امتداد الأمطار شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية، فيما قد تشهد المناطق الصحراوية قطع أمطارا متفرقة من السحب الركامية الممطرة. وقال مركز الأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها، خاصة السواحل الشرقية أو أرخبيل سقطرى.
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج على أهمية دعم البنك الدولي لقطاعات البنية التحتية من اتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء لتسهيل الوصول إلى التعليم عن بعد وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة. جاء ذلك خلال لقائه مع المديرة الإقليمية في مصر واليمن وجيبوتي للبنك الدولي مارينا وايس والمديرة القطرية للبنك في اليمن رجاء قطان. وناقش اللقاء سبل متابعة نتائج مخرجات اجتماع مراجعة المحفظة السابق بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي. وناقش اللقاء إشراك المؤسسات الوطنية الكفؤة في تنفيذ مشروعات المحفظة القادمة للبنك في مجال التعليم والطرق والحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل الموانئ والمياه والصرف الصحي ومواجهة كوارث السيول. ناقشت السلطة المحلية في تعز آلية تحصيل الموارد الزكوية بالمحافظة وفقا للقانون واللوائح المنظمة. كما ناقش الاجتماع برئاسة الوكيل عبد القوي المخلافي حل إشكالية تداخل التحصيلات بين المديريات. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الإشكالات المتعلقة بتحصيل الواجبات الزكوية في المديريات مشددا على ضرورة التنسيق بين فروع مكاتب الواجبات والإدارة العامة للواجبات الزكوية. تعد عزلة أنيبان في مديرية المصراخ بتعز من العزل الريفية التي تتمتع ببيان المنظر وسحر الطبيعة. مراسلنا زار هذه العزلة ونقل لنا هذه الصورة الحية للمنطقة. هروبا إلى الريف حيث الهدوء والخضرة وجمال الطبيعة، قاصدين هذه المرة عزلة أنيبان التابعة لمديرية المصراخ التي تتوسط مديريات صبر الثلاث، وكأنها تمدها بالجمال الآسر. يشعر الزائر بألفة وحب للمنطقة رغم مجيئه لأول مرة، ويندهش من استقبال أهلها المبتسمين على الدوام، وكأنهم قد اكتسبوا البهجة والانشراح من جمال الطبيعة حولهم، وهي تسقى بالماء العذب المتدفق عبر منحنيات السواقي التي تقطع المنطقة من الشرق إلى الغرب. هذه الساقية تمر من المنبع هنا في منطقة اسمها الرقيم، وتغذي عدة قرى في عزلة أنيبان، من 5 إلى 6 قرى، وتصل إلى سفل عزلة أنيبان، ويستفيد الناس منها بالشرب والري وسقي الحيوانات. تبدو منازل المنطقة وكأنها رسمت بريشة فنان، فالجمال يحيط بها من كل جانب. أما مياه عزلة أنيبان فينبع من الصخر وتصدر موسيقى يطرب لها السامع قل أن تسمع بغير هذه المنطقة، لتضيف لأجواء رمضان لونا آخر لا تشبع منه العين. أما تجربة السباحة فتدخل الزائر بدهشة وموسيقى ربانية توجب الحمد والشكر لمعطي هذه النعم. يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب. أرى بأن أنيبان إنما هي تقسم إلى قسمين شقين، الإن هي توكيدية والبيان هو بيان الحقيقة وبيان المنظر وسحره وجماله، فكأنه يقول إن هذا هو البيان وإن هذه هي أنيبان بجمالها وخضرتها وطيبتها، فالأرض تدل على طيبتها وطيب أهلها وسكانها. لا حدود للجمال هنا في عزلة أنيبان مديرية المصراف، ولا يستطيع الزائر إلا جمع القليل بعينيه وعدسته، أما روحه وجوارحه فلا تستطيع إلا أن تقول سبحانك يا الله. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تعلن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بكورونا في عدن. مجلس الوزراء السعودي يجدد رفضه لإعلان الانتقالي ويؤكد على إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض. برنامج الغذاء العالمي يقلص مساعداته لليمن إلى النصف بسبب نهب ميليشيا الحوثي للمساعدات.
في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.